أول تحية أوجه تحيتي للسيد أردوغان، أتمنى لرب العالمين يطول عمره ويوفقه ويخليه دخل لتركيا ولسوريا معهم. يعني نشكر السيد أردوغان على المجالات اللي فتحها للسوريين وحضننا يعني بوطننا هالشيء، وفتح لنا مجالات وسع يعني خاصة للنساء السوريين. الحمد لله فتح لنا هالمكاتب نجي إنه نداوم نشتغل، لأطفالنا فتح لنا المكاتب يتعلمون من هن صغار اللغة التركية يداومون فيها. ولجأنا لتركيا، الدولة الوحيدة اللي استقبلت الشعب السوري، وكثير نتشكرهم، والدولة الوحيدة اللي فتحت بوابة والشعب كمان ما قصر. الشعب التركي كثير كويس، ما قصر بحق الشعب السوري، الصغار وكبار فتحوا لنا بوابهم وعطونا مساعدات.